روسيا بدأت بالدفع بجيشها بقوة هائلة للغاية تجاه العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا الأمر أصبح واضحا من هذه الصور التي نشرتها ماكسار تكنولوجيز لتحركاتها إلى جدا تجري يوم أمس طبعا بهذا الشكل للقوات الروسية لهذا الرتل الهائل الذي ترونه أمامكم. بحسب ما ذكر من ماكسار تكنولوجيز بأن هذا الرتل يصل طوله إلى 60 كيلومترا، وهو يسير إلى شمال الحدود الإدارية للعاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى ذلك أن هنالك تحشيدات جديدة في داخل الأراضي البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية تأتي بهذا الشكل. هنالك مروحيات قتالية بهذا الشكل روسية، وأيضا أوريون إنتل نشرت أيضا هذه طائرات السوخوي التي تلاحظونها 31 طائرة من الـSU-25S، بالإضافة إلى طائرتين أو مروحيتين مقاتلتين بالنسبة مقاتلة بالنسبة للجيش الروسي، وهي من المي-8 والمي-17S، لوحظت أيضا يوم أمس وهي موجودة في الداخل البيلاروسي على الحدود مع أوكرانيا. وهذه التفاصيل التي نراها وهذا التحشيد هو يأتي من أجل قضية مهمة يبحث عنها الجيش الروسي بكل تأكيد. هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف، دعونا نذهب إلى هذه العاصمة لكي نرى التفاصيل مما يجري. هذه هي طبعا الحدود الإدارية الشمالية للعاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك هنا نتوجه إلى الجنوب بهذا الاتجاه. هذا الرتل الذي تحدثنا عنه الذي يصل طوله ومسافته بهذا الشكل إلى 60 كيلومترا هو حقيقة يأتي إلى شمال هذه النقطة المتمثلة بمطار أوناتوف الذي سيطر عليه الجيش الروسي طبعا، وهي طبعا الرتل هو يتحرك على مسافة 30 كيلومترا إلى شمال هذا المطار بهذا الطريق تقريبا بهذا الشكل. ولكن ليس واضحا حتى هذه اللحظة ما إذا كان هذا الرتل هو متوجه بشكل مباشر إلى العاصمة الأوكرانية، أم أن هذا الرتل هو يتوجه إلى نقاط مهمة بدأت روسيا تعزز مواقعها فيها، وهي مثل هذه النقطة ألا وهي بوروديانكا بهذا الاتجاه التي سيطروا عليها بعض الاشتباكات موجودة ولكن سيطروا عليها فعلا، وكذلك إلى منطقة ماكاريف. قد نكون أمام تعزيزات في هذه المنطقة التي هي تأتي للإطباق ولإغلاق المنطقة الغربية تماما على العاصمة الأوكرانية، بل إن هنالك ضربات هائلة جدا تجري من قبل الجيش الروسي على هذه النقطة ألا وهي فاسليكييف. هذه المنطقة مهمة للغاية، وهنالك قاعدة عسكرية خاصة بها بهذا الاتجاه تقريبا، يحاول الروس القيام بإنزال عليها، يحاولون مهاجمة هذه المنطقة بشكل هائل لأنها تغطي المنطقة الجنوبية الغربية للعاصمة الأوكرانية، وكذلك هي تبعد ما يقارب 17 كيلو مترا فقط. ضغط عالي جدا يجري هنا، بالإضافة إلى أن هاتين النقطتين طبعا هي لا تبعد إلا 30 كيلو مترا من كل نقطة تجاه العاصمة الأوكرانية كييف كما نتحدث الآن. وبالتالي مع التحشيدات الكبيرة التي رأيناها كما نشر ماكسار تكنولوجيز وأيضا أوريون إنتل التي تأتي بهذه المنطقة تقريبا في الأراضي البيلاروسية، يوضح أن هنالك رغبة كبيرة لمهاجمة العاصمة الأوكرانية من الشمال ومن الغرب، وأيضا بعد السيطرة على هذه المنطقة من جنوب غربها ومن جنوبها أيضا للعاصمة الأوكرانية. ولكن أيضا هنالك تحركات هائلة جدا تجري من المنطقة الشرقية للعاصمة الأوكرانية من الجيش الروسي تجاه هذه المنطقة للإطباق عليها تماما. وهذه إذا ما توجهنا إلى هذه المنطقة طبعا سنلاحظ هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف كما تلاحظون، والمناطق والهجوم بالنسبة للقوات الروسية هو جاء على عدد من النقاط منذ اليوم الأول. اليوم نحن في اليوم السادس من هذه المعارك. طبعا الجيش الروسي هو هاجم هذه المنطقة ألا وهي خاركيف التي يضغطون عليها يحاولون السيطرة عليها، وذلك لهدف رئيسي ألا وهو ربط ما تم السيطرة عليه من المناطق لنهر الدنيبر بهذا الاتجاه. تقدم عالي جدا يجري من الجنوب بالنسبة للجيش الروسي يحاولون السيطرة عليها، وكذلك يحاولون أيضا الضغط على إقليم دونباس من الجهة المقابلة، بالتالي وضع القوات الأوكرانية الموجودة في إقليم دونباس التي تحارب الانفصاليين الموالين إلى روسيا هناك تحت طبعا فكي كماشة من أجل الضغط عليها. ولكن الأهم بالنسبة لهذه النقاط هم الروس بالنسبة إليهم، هم بدأوا منذ اليوم الأول بالضغط وتقدموا إلى هذه المنطقة ألا وهي سومي، وكذلك إلى هذه النقطة المتمثلة بمدينة كونوتوب، وبعدها لم طبعا هم حاصروا
حاصروا سومي وحاصروا كونوتوب وقاموا بالالتفاف إلى هذه المنطقة ألا وهي مدينة رومني. هنالك قاعدة كانوا يبحثون، كان من المتوقع أن يسيطروا عليها ولكن توقفوا ولم يسيطروا على هذه المدينة. والمفاجأة الكبيرة التي كانت حاضرة في هذه الجبهتين تحديدا، هم لم يقتحموا لا رومني ولا حتى كونوتوب، وتوجهت القوات بسرعة كبيرة جدا بالنسبة للقوات الروسية إلى هاتين المدينتين وهي مدينة نيزهين وكذلك بريلوكي، وقاموا بالتقدم ووصلوا فعلا إلى هاتين النقطتين. ليس واضحا إذا ما سيطرت على هذه النقاط أو إنها هي تحاصر هذه المنطقة، ولكن المهم في هذا الموضوع بالنسبة لهاتين المدينتين هي تبعد عن شرق العاصمة الأوكرانية عبارة عن 100 كيلو متر فقط. كذلك هم بدأوا بالضغط بشكل هائل على هذه النقطة المتمثلة بمدينة تشيرنيهيف، الضغط هائل للغاية. هذه المنطقة لا زال الجيش الأوكراني يسيطر عليها، ولكن هم بدأوا يضغطون من محورين بالاتجاه الشمالي والشمالي تقريبا الشرقي، وكذلك بدأوا يضغطون من الجنوب الغربي لهذه المدينة، يحاولون إنهاء السيطرة على تشيرنيهيف لسبب مهم جدا، هو أن يسمح لهم بالتقدم بهذا الاتجاه لأخذ شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك بالنسبة لنيزهين بهذا الاتجاه هو يساعدهم على محاولة محاصرة هذه العاصمة بكل تأكيد من المنطقة الشرقية. وقد تكون التواجد هنا بالنسبة للرتل هذا ومن هذا الاتجاه القادم طبعا من بريلوكي بهذه المنطقة قد يكون للسيطرة على المنطقة الجنوب شرقية من العاصمة الأوكرانية، وبالتالي مع ذكر فاسلكييف بهذه النقطة، مع ذكر كل التحشيدات التي تأتي في بيلاروسيا هنا والتحشيدات الشمالية الموجودة للقوات الروسية، مع أيضا ماكاريف وأيضا بوروديانكا التي تتواجد فيها القوات الروسية، واضح جدا أن الهدف الكبير بالنسبة لهذه النقاط هي محاصرة العاصمة كييف. وكذلك هم أشغلوا هنا أيضا جبهات مهمة جدا من أجل تحقيق هذا التقدم الذي نتحدث عنه، جاء متزامنا طبعا هنا منطقة يطلق عليها تروستيانكا أو تروستيانسا بالأحرى، هذه المنطقة قاموا بالتوغل فيها وظهرت الدبابات وهي تتواجد فيها في هذه المنطقة، وهنالك حرب شوارع في هذه المنطقة، وأيضا أخو أو هذه المنطقة وهي أختيارا، هذه المنطقة التي قاموا أيضا بعملية قصف كبير جدا لإحدى القواعد الموجودة للجيش الأوكراني، وقاموا صباح هذا اليوم بقتل 70 من الجنود الموجودين للجيش الأوكراني بهذا الاتجاه، يشغلون هذه الجبهات ويتقدمون بهذه المنطقة. لذلك واضحة من هذه التحركات بأن الجيش الروسي يبحث عن الإغلاق والإطباق تماما من كل الجهات على العاصمة الأوكرانية من أجل منع أي شحنات الأسلحة، أي شحنات مساعدات ممكن أن تأتي إلى العاصمة كييف، وبالتالي الإطباق عليها وإنهائها بالتمام والكمال. وبدأت مراحل عملية عزل هذه المدينة من اليوم، ظهر هذا الأمر من خلال ضربة جرت تقريبا قبل ساعتين من الآن، ضربة طالت برج التلفزيون الأوكراني بهذا الشكل، وهذه الضربة أدت إلى انقطاع البث في التلفزيون الأوكراني، وهنالك أيضا أنباء عن ضربات تعرضت لها أبراج الاتصالات الموجودة في العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتالي بدأت مرحلة عزل الحكومة الأوكرانية عن الشعب. وهنا نحن أصبحنا أمام قصة واضحة للغاية مما ممكن أن نتوقعه ومما ممكن أن يجري، وهذا الأمر بالضبط هو الذي تحدث عنه مسؤولين أمريكيين إلى عدد من المشرعين الموجودين في الكونغرس الأمريكي، ونشرت هذا الأمر طبعا CNN الأمريكية، وهؤلاء المسؤولين يوم أمس أبلغوا هؤلاء المشرعين في الكونغرس بأننا أمام موجة ثانية من الهجوم الروسي الذي لن تصمد أمامه أوكرانيا والجيش الأوكراني ولن يتمكنوا من مقاومته، وأن هنالك محاولة لإغلاق العاصمة كييف، محاصرتها من كل مكان، وبالتالي واضح جدا بأن الأمريكيين يعرفون تماما بأن الأمر سيحدث بهذه الطريقة. كذلك هنالك تقدم واضح يأتي بالنسبة للجيش الروسي على مستوى الجنوبي، إذا ما ألقينا نظرة سريعة على ما يحدث، هذه هي شبه جزيرة القرم طبعا، هم بعد ما قاموا بالتقدم إلى خيرسون والسيطرة عليها والسيطرة كذلك على كاخوفكا بهذا الاتجاه، سيطروا على ميليتابول، تقدموا
إلى هذه المنطقة المتمثلة طبعا بهذا الاتجاه تقريبا ألا وهي توكماك، وكذلك تقدموا بهذا الاتجاه وسيطروا على بيردنياسك التي تعتبر هي على البحر آزوف وشمال بحر آزوف، وهذه طبعا هنا إقليم دونباس الذي نتحدث عنه، وبعدها كذلك تقدموا إلى إنروغودار وسيطروا عليها بهذا الاتجاه. أصبحت السيطرة هنا بهذا الاتجاه على نهر الدنيبر على مسافة 250 كيلومترا. الآن الشيء الجديد الذي طرأ بعد هذه التطورات والسيطرة على بيردنياسك، هم بدأوا يضغطون على ماريوبول من عدد من الاتجاهات بهذا الشكل، من المياه، من الشمال، من الشرق، من الغرب. الآن ماريوبول القوات الروسية ونحن نتحدث هي موجودة في داخل هذه المدينة، هنالك حرب شوارع هائلة جدا تجري، وهذا أصبح واضحا من إحدى المقاطع التي نشرت بهذا الشكل الذي تلاحظونه أمامكم من هذه المعارك. دعونا بداية قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذا المقطع، دعونا نأخذ بعض المقاطع لتأكيد بأن هذا الفيديو فعلا قادما من ماريوبول. هنا كما تلاحظون بهذا الاتجاه موقفا للسيارات، هذا هو شارع بكل تأكيد. هنا واضح بأننا أمام ساحة في المنتصف في الوسط، هي قد تكون زراعية أو مزروعة بهذا الشكل كما هو واضح، وهذا هو مبنى أيضا قد يكون واضحا أو غير واضحا بالنسبة إلينا، وأيضا هنا مبنى واحد وهنا مبنى ثاني وهذا مبنى ثالث بهذا الاتجاه متجه بهذا الشكل، وواضح بأننا أمام شارع في هذه المنطقة بهذا الطريق. دعونا الآن نلقي نظرة على الفيديو بهذا الشكل لنرى ما الذي يجري. هنالك لوحظت من صباح هذا اليوم دخول القوات الروسية والدبابات الروسية وهي تشتبك في الشوارع مع الجيش الأوكراني، صراع هائل جدا. هذه المعركة ممكن أن نسمع عنها الكثير. طبعا واضح هنا شارع أمامي أيضا تجري من عملية التصوير ومن نقطة التصوير، واضح جدا أن هنالك الدبابات وهي تتقدم في ماريوبول، وبالتالي ممكن جدا في أي لحظة أن نسمع أن ماريوبول تمت السيطرة عليها. ودعونا الآن نتوجه إلى القمر الصناعي، هذه هي ماريوبول التي ترونها أمامكم. دعونا نقترب من هذه المنطقة تقريبا قليلا، سنلاحظ بأننا بهذه المنطقة التي تأتي في عمق ماريوبول سنلاحظ بأننا أمام نفس موقف السيارات بهذا الاتجاه. هذا هو الشارع، هذه هي الساحة المزروعة طبعا التي تحدثنا عنها، وكذلك هنا هذا مبنى وهذا مبنى ثاني وهذا المبنى الثالث الذي طبعا نظرنا إليه والذي يأتي بهذا الاتجاه كما تحدثنا، وهذا هو الشارع الذي تواجدت فيه الدبابات الروسية التي دخلت إلى ماريوبول، وكذلك هذا هو الشارع الأمامي الذي يبدو طبعا بهذا الاتجاه بشكل أدق، وواضح أن التصوير يأتي من هنا من هذه النقطة التصوير بهذا الشكل طبعا، وبالتالي واضح جدا أن القوات الروسية فعلا موجودة في ماريوبول، لكن ليس هنالك أي أمور رسمية أو تفاصيل رسمية مما يجري. وعلى هذا الأساس ما يجب أن نفهمه من هذه القصة مع السيطرة على كل هذه المناطق بيردنياسك وماريوبول، معنى ذلك بأنه بالنسبة للقوات الروسية هم على وشك تأمين بحر آزوف بالكامل، بل أنهم بدأوا أيضا بالضغط على أوديسا بشكل عالي، ضربات عالية جدا تجري على هذه المنطقة بعد سيطرتهم على خيرسون وبالتالي شمال البحر الأسود، يبدو أيضا قاب قوسين أو أدنى أن نسمع شيئا عنه بأنه تم تأمينه بالنسبة إلى القوات الروسية، الكثير تحقق بالنسبة لهذه القوات. السؤال الأهم، أين ذهب المفاوضات التي سمعنا عنها والتي ظهرت بهذا الشكل بين الطرفين بين الأوكراني والروسي؟ أين ذهبت؟ الواضح جدا بأنها لم تذهب إلى طريق، والكلام عن مفاوضات لجولة ثانية إن كان هنالك وقتا لإنقاذ ما ممكن إنقاذه بكل تأكيد، بل إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي ظهر بهذا الشكل وهو يوقع طلبا إلى الاتحاد الأوروبي بضم أوكرانيا مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي وافق على قبول هذه طبعا الورقة التي والطلب الذي وقعه الرئيس الأوكراني، ولكن لا يعني بأن أوكرانيا أصبحت الآن جزءا من الاتحاد الأوروبي، هم فقط سينظروا في هذا الطلب. بالإضافة إلى ذلك أن الدعم لا زال مستمرا إلى الرئيس الأوكراني رغم كل هذه الظروف التي تجري، فهم تحصلوا فعلا على طائرات مقاتلة، نتحدث عن ميج 29 أس و56 طائرة تحصلوا عليها من بولندا من سلوفاكيا ومن بلغاريا، بل إن بلغاريا ضافت أيضا 14 طائرة من طائرات الأسيو 25 أس تحصلت عليها أيضا أوكرانيا. ولكن كيف تحصلت عليها؟ توجهوا طيارين أوكرانيين
إلى بولندا. ثبتت هذا الأمر بوليتيكو طبعا يوم أمس، طيارين أوكرانيين ذهبوا إلى بولندا وأخذوا هذه الطائرات، ومن الممكن الآن للجيش الأوكراني أن يستخدمها ضد الجيش الروسي، بل إن أيضا الرئيس الأوكراني ذهب إلى أبعد من ذلك وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر على المجال الجوي في أوكرانيا من أجل منع الطائرات الروسية من الطيران ومما تقوم به في ظل العقوبات التي تجري. ولكن البيت الأبيض رفض هذا الطلب طبعا، وقال بأن هذا الأمر يحتاج إلى تواجد من القوات الأمريكية في الأرض الأوكرانية، وهذا معناتها ومعنى ذلك بأننا قد نكون متوجهين إلى حرب عالمية ثالثة إذا ما وافقنا على هذا الأمر.